رابطة الأندية جدول مباريات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2021-2022 من الجولة 24 وحتى الجولة الأخيرة للمسابقة، وأعلنت الرابطة موعد انتهاء الدوري الجاري من خلال إقامة مباريات الجولة 34 والأخيرة يومي 29 و30 من أغسطس المقبل. كما أعلنت الرابطة موعد المباريات المؤجلة لفريق الأهلي حيث يلتقي مع الجونة يوم 5 من يوليو المقبل، كما يلعب الأهلي مع الإسماعيلي يوم 20 من يوليو، ثم يواجه الأهلي فريق المقاولون العرب يوم 30 من يوليو. كما حددت رابطة الأندية يوم 17 من يوليو موعدا لمباراة الأهلي مع بيراميدز ضمن منافسة الجولة 25، وذلك على استاد الدفاع الجوي. فاز غزل المحلة على ضيفه إسترن كومباني بهدف نظيف في الجولة 19 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع غزل المحلة رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد إسترن كومباني عند 11 نقطة في المركز 17. وفي البطولة نفسها يلتقي الجونة غدا مع مصر المقصة على استاد خالد بشارة في الجولة 19، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل الاتحاد السكندري ضيفا على فيوتشر على استاد السلام، بينما يستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي. توج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة بعدما تفوق في المباراة النهائية على الترجي التونسي ب3 أشواط مقابل شوط واحد. وتفوق الأهلي في الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 25-22 قبل أن يحسم الشوط الثاني بنفس النتيجة، بينما جاءت نتيجة الشوط الثالث لصالح الترجي بنتيجة 26-24، واضطر الأهلي لخوض الشوط الرابع من المباراة والذي نجح في حسمه لصالح بنتيجة 25-17 ليفوز بالمباراة ويعلن تتويجه باللقب. انتهت جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى نهاية السر إليكم. شكرا جزيلا لك يا آية.